السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخ مصطفى. نعم. استأذنك، أنا ربنا حكلي من مولود، مولود إن شاء الله ولد ما بين العيدين. ايه؟ مولود ولد ما بين العيدين إن شاء الله. ربنا هيرزقني بمولود ولد ما بين العيدين. ايوه. فأنا كنت حابب أجيب 2 من المشايا الماعز كعقيقة إن شاء الله. هل يجوز إن أنا دول أجلها للعيد الكبير وتبقى بنية الأضحية والعقيقة مع بعض، ولا لا يجوز؟ لا، نية الأضحية والعقيقة إذا كنت ستذبح بقرة، فحينئذ البقرة المتوفر فيها الشروط يمكن أن تكون 7 أضحية و7 عقيقة عن الولد و7 عقيقة عن البنت. تمام، نعم، جزاك الله خيرا يا شيخ. الله يبارك فيك.